بالنسبة للخصائص اللي عندنا في الوداد تقريبا نقدر نقول لك عندنا خصائص في الهجوم وفي وسط الدفاع، وسط الميدان الدفاعي. يمكن نقدر نقول لك كاين شي لعابة بحال بالرحمة، هذا في وسط الميدان الدفاعي، وكاين في الهجوم تقريبا نقدر نقول لك بشكل كبير اللي قد يناسب المجموعة هو حميد أحد، لاعب ديال الزمالك اللي حد الآن ما عندوش واحد المردود طيب مع الزمالك. يعني يمكن لك كانت شي مشاورات مع رئيس ديال الفريق يمكن ليه يجيب لنا هذا اللاعب. اخويا اش نقول لك، دابا فريق الوداد راه في واحد صعيب عليه واحد شويه، خاص شي دراري بحال السعيدي داك ونجم تمايا، كاين شي دراري بزاف خاصهم يتحركوا لنا في هاد الكوب هذا. واخا الاخر داز ما درنا فيه شي حاجه، هذا بغينا نتمكنوا منه حقه شي مستوى زوين. بحال شي راس حربه ما عندناش، الوسط ديفونس شويه ماشي هو هادشي اللي نقول لك. المهم محتاجين مهاجم، فهمتيني، مهاجم يكون مزيان وصافي، اللي غادي تجي الفرصه وغيماركي، فهمتيني، ما غيضيعهاش بحال الجبور، فهمتيني، هذا هو الغرض وصافي. لا مزيانين، غير يزيدوا شي مهاجم، فهمتيني، يكون مهاجم مزيان قناص، فهمتيني، اللي غيجد كره غيماركي، فهمتيني. الرحيل ديال بابا توندي رشيد حسني شنو غادي يدير؟ واه الا كانوا غادي يبقاو في الحشيط من الاحسن يمشيو، اش غادي، فهمتيني، غادي يبقى جالس في الحشيط، الله يمشي يدبر على راسه، فهمتيني، هذا هو الغرض استاذ. انت عندك شي اسم ديال شي مهاجم اللي بغيتي يجي للوداد؟ بعدا في البطوله ما كاينش شي مهاجم بعدا مزيان يجي للوداد، ولا جا كاع ما غيدير والو، فهمتيني، لعاب مزيانين كاع كيجيو للوداد وكيطفاو. ما عرفش واش فرقه كبيره ولا ما عرفش ضغط الجمهور ولا ما عرفش، فهمتيني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.